السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة اللي كيخص مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، المرحلة الثانية من فروض المراقبة المستمرة. إذا هذا الفرض غادي يخص مادة النشاط العلمي، وعندي هنا 5 ديال الأنشطة، 4 ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية. صافي، النشاط الأول عليه جوج ديال النقاط، اتمم بما يلي. اذا غنكملوا بهذه الكلمات هذو: الكافي، الجهاز، المخدرات، الكحول. للمحافظه على العصبي يجب النوم شي حاجه وتجنب المواد الضاره به كالتبغ وكذا وكذا. ده المحافظه على ماذا؟ العصبي. واش على الكافي العصبي؟ لا، على الجهاز العصبي. اذا باش نحافظوا على ماذا؟ باش نحافظوا على الجهاز العصبي. الجهاز العصبي. للمحافظه على الجهاز العصبي يجب النوم الكافي، النوم الكافي، وتجنب المواد الضارة به كالتبغ. إذا المواد التي تضر بالجهاز العصبي التبغ والمخدرات والكحول كذلك، والكحول. نشاط رقم 2 توا عليه جوج ديال النقاط، حدد نوع التغير في كل حالة بكتابة تغير كيميائي أو تغير فيزيائي. هنا عندي 4 ديال التغيرات، غادي نحدد واش تغير كيميائي ولا تغير فيزيائي. حنا كنعرفوا بأن التغير الكيميائي هو تغير غير انعكاسي، انعكاسي، وهنا تغير فيزيائي هو انعكاسي، تغير انعكاسي. غير انعكاسي لا يمكنه أن يعود إلى حالته الأصلية، بينما تغير انعكاسي يمكنه أن يعود إلى حالته الأصلية أو للحالة البدئية. تسوس الأسنان، عندما تتسوس الأسنان هل يمكنها أن تعود كما كانت؟ لا. إذن هو تغير كيميائي غير انعكاسي. صافي، غير انعكاسي. تجمد الحليب، واش الحليب ملي كيتجمد ما يمكنلوش ينصهر ويرجع لنا حليب سائل؟ يمكن له. اذا تغير فيزيائي انعكاسي، انعكاسي. ثالثا عندنا ذوبان الملح في الماء، واش الا ذوبنا واحد شويه ديال الملح في واحد الكاس به ماء، واش ما يمكنناش نفصلوهم ونحصلوا على ماء بوحدو وملح بوحدو؟ يمكن لنا. اذا تغير فيزيائي كذلك، تغير فيزيائي انعكاسي. صافي. تعفن التفاح، التفاح يكون طازجا لونه اصفر او اخضر او احمر، ثم بعد ذلك بعد مده يصبح لون الاصفر كيصبح ذاك اللون عباره عن لون بني فيه كدمات، اذا يصبح غير صالح للاكل، يعني متعفن، وبالتالي كتغير له الحاله ديالو، كيتغير الشكل ديالو، كيتغير كذلك التركيب ديالو، وبالتالي هو تغير كيميائي، كيميائي غير انعكاسي. وبطبيعة الحال ما يمكنش داك التفاحة ترجع من التعفن إلى حالتها الأصلية. نمر إلى النشاط الثالث. النشاط الثالث، أتمم النص باستعمال الكلمات الآتية: النخاع الشوكي، الأعصاب، المخ والدماغ. إذا هذا النص اللي عندي هنا غادي نكملوا بالنخاع الشوكي، بالأعصاب، بالمخ والدماغ. يتكون الجهاز العصبي للإنسان، إذا حنا كنعرفوا بأن الجهاز العصبي للإنسان كيتكون من ثلاثة ديال الحاجات، ثلاثة ديال المكونات: الدماغ، النخاع الشوكي، والأعصاب. مزيان. إذا يتكون الجهاز العصبي للإنسان من الذي يتكون بدوره من المخيخ والبصل السيسائي. الذي يتكون من المخ والمخيخ والبصل السيسائية هو الدماغ، من الدماغ الذي يتكون، هذا الدماغ هو بدوره يتكون من المخ والمخيخ والبصل السيسائي. إذا مشينا المخ ومشينا الدماغ. إذا يتكون الجهاز العصبي للإنسان من الدماغ الذي يتكون بدوره من المخ والمخيخ والبصل السيسائية، كما يضم الجهاز العصبي، إذا وكذلك أيضا يضم الجهاز العصبي النخاع الشوكي، كيضم النخاع الشوكي، وشبكة من الأعصاب. أعصاب، إذا فيها النخاع الشوكي وكذلك هنا أعصاب، هذه الأعصاب اللي كتكون على مستوى الجسم كامل. إذا بالنسبة للدماغ المخ كيكون على مستوى الدماغ، بالنسبة للنخاع الشوكي كيكون على مستوى العمود الفقري، بالنسبة للأعصاب كتكون على مستوى ماذا؟ على مستوى
جميع أنحاء الجسم. صحيح. ندوزو لاكتيفيتي اللي هو 4 نورمالمون. اكتيفيتي 4 كي اون فرونسي. لي زورغان ريسبونسابل دو لا سنسيبيليتي كونسيونت سون اونتور لا بون ريبونس. دونك هنا كيقول لك الاعضاء المسؤوله على الحساسيه الشعوريه. اذا هذه الحساسيه الشعوريه شنو هما الاعضاء المسؤوله على الحساسيه الشعوريه؟ واش هما لي موسكل العضلات، ولا لي زوز اللي هما العظام، ولا لي زورغان دو سونس اعضاء الحس؟ اذا بطبيعه الحال اعضاء الحس هما المسؤولين على الحساسيه الشعوريه. النشاط السادس او النشاط الخامس والاخير، وعلى ثلاثه ديال النقط، والسؤال هو اجب بصحيح او خطا. اذا كانت العباره صحيحه سنكتب صحيح، اذا كانت العباره خاطئه ساكتب خطأ. يوجد المخ داخل الجمجمة. إذا المخ كيتواجد من طبيعة الحال داخل الجمجمة، إذا هي عبارة صحيحة. إذا المخ يوجد داخل الجمجمة على مستوى الدماغ. صافي. إذا صحيح. رمي الكرة بالرجل هي تحركية إرادية. إذا إذا ضربت الكرة برجلي هي تحركية إرادية، يعني هذيك حركة درتها بالإرادة ديالي. نعم صحيح. لمس إبريق ماء ساخن بالصدفة حركة إرادية، يعني لمس واحد الابريق، انا قست واحد الابريق بالصدفه، واش هي حركه اراديه؟ عكس، هي واش انا غنادي بيدي التهلكه، واش انا غنحرق نبغي نحرق يدي؟ لا. اذا هنا خطا، هذه تحركيه غير اراديه. توجد الاعصاب في جميع انحاء الجسم. صحيح، احنا قلناها الاعصاب كاينه في جميع انحاء الجسم. اي عضو فيه اعصاب؟ نعم. المخ يتدخل في التحركيه اللا اراديه. اذا هنايا واش المخ يتدخل في التحركيه اللا اراديه؟ من طبيعه الحال لا، حيتاش لا كان كيتدخل في التحركيه اللا اراديه ما غاديش يوقع لنا ديك الافات. مثلا ما غاديش نحرق انا يدي حين لمسي ماء ساخن او لا ابريق ماء ساخن. وبالتالي هنايا المخ يتدخل في التحركيه اللا اراديه خطا. هنا تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيمن للجسم. هنا العكس، عندنا في الرأس باحة حركية يمنى كتكلف بالحركة ديال اليسار، والباحة الحركية اليسرى كتكلف باليمين. إذا هنايا هذه عبارة خاطئة. خطأ. إذا يوجد المخ داخل الجمجمة صحيح. رمي الكرة بالرجل هي تحركية إرادية صحيح. لمس إبريق ماء ساخن بالصدفة حركة إرادية هي خطأ. توجد الأعصاب في جميع أنحاء الجسم صحيح. المخ يتدخل في التحركية اللا إرادية خطأ. تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيمن للجسم خطأ. هنا هي الصحيح، وهو تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيسر للجسم. وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس ضمن فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية. خليتكم على خير، كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.